إذن سنمضي على اتفاقية إطار لتطوير التعاون حتى نصل به إلى شراكة في مجال التعليم العالي وبالأخص في المجال البيداغوجي من أجل خلق بيئة تعليمية موحدة بين الجامعات الجزائرية والإيطالية، نعزز من خلالها العلاقات الأكاديمية العلمية الثقافية والرياضية بين الطلبة الجزائريين والإيطاليين وكذلك كل الفواعل الجزائرية والإيطالية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. Questo è il senso del memorandum che stiamo firmando oggi. Memorandum che nous allons signer aujourd'hui. Condividere. Condividere. Je partage complètement esperienze accademiche. Les expériences académiques. Esperienze di ricerca scientifica. Les expériences de recherche scientifique. Creare. Un comune percorso. Un parcours commun. Attraverso le nostre infrastrutture comuni. Umane e tecnologiche. صورة التوقيع الرسمية للسادة الوزيرة سيدة الوزيرة الوزيرة. الوزيرة.